سانتي كازورلا وإيبورا، ثلاثي وسط ميدان هجومي شكويتزي غوميز وإيكامبي، والمهاجم جيرار ريد يحاول المرور منذ بداية الموسم. هذه كرة طويلة من جاريث بايل، جول، خروج رائع لأندريس أندريس فرنانديز، وركنية للريال. كريم بنزيما أمامنا، توني كروس، كرة ممتازة بالرأس ولكن بعيدة، كرة كانت قوية بالرأس من جانب الريال دائما. كرة رائعة ممتازة، إمكانية التصويب من مورينو هداف الفريق، لكن كرة خارج الميدان بدون عنوان. تو نحكيو على الجهة اليمنى والجهة اليسرى، وهذه كرة يكمل صارها الكرة راموس، والهروب فيها جول، فيها جول، لا يبدو أنه الهدف لا يحتسب بالفعل، هنالك تسلل، هات الفار، جيب الفار، وفي الكرة هل الفار أحسن فار؟ يا ذنوبي يا ناس، هدف أبيض ضد الريال. إذن تبقى النتيجة متعادلة. متابعة مورينو في البداية، إيكامبي لم يكن متسلل كبير، وهذه الكرة الأخرى في الريال، كرة جول، أوه هنالك رائع، هنالك رائع، صعب صعب كرة، وهذه السرعة والإمكانية والمراوغة، وماندي رائع، ماندي يتفوق على النيجيري شيكويتزي، قال كاسيميرو لماندي، ماندي يوزع وفي الإخراج رائع في محور الدفاع، ترويض لراموس، المطالبة بلمسة يد، نعم لمسة يد لسانتي كازورلا، كرة خطيرة على الدفاع في الريال، جاريث بيل، بيصوب والكرة فوق العارضة، لم تكن بعيدة هذه الكرة، 20 دقيقة الريال متخلف واحد بلاش في السيراميكا أمام فياريال. نذكر بأن الكرة، يا سلام يا سلام يا سلام، كرة رائعة، كرة جميلة، وفي الريال في هذه الليلة، وشتزي شكويتزي لماريو الريال، هذا تاني كارباخال، لوكاس فاسكيز اللي وزع، غريبة عجيبة، كاسيميرو البرازيلي مرة من هناك أمام الحارس أندريس، كريم 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 كريم، ولوكاس فاسكيز، أي 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 أي، ريال مدريد كان قريب من تعديل النتيجة، ولكن كرة ممتازة في دار الدفاع، والحارس أندريس. 38 مباراة جمعة الفريقين لحساب البطولة الإسبانية، فاسكيز والراول ألبيون وبوتوريس، اعتراض ذكي من كاسيميرو على الحارس أندريس، كويتزي خطيرة لمورينو، مورينو وتيبو كورتوا، هجمة سريعة نفاثة، يوزع، ماذا يحدث في منطقة الجزاء؟ لوكاس فاسكيز، آخر لقطة ممتازة، جول، شنو هذا؟ شنو هذا يا تاني؟ كارباخال الرائع، كارباخال في الوقت الضايع، كارباخال بأقدام الأبطال، هو في البداية وهو يتمم الهجمة ويعطيها لجاريث بيل، والويل شكرا زميلي روف خليف. إذا هكذا جاريث بيل ينقذ ريال مدريد، وأيضا بنزيما وكذلك زيزو. لوكاس فاسكيز، فاسكيز فاسكيز
فاسكيز وين ماشي فاسكيز؟ ضربة ركنية للريال. ركنة كرة توني كروس وبراس راموس. هو سيرخيو راموس أو أمامنا راموس طبعا 3-3 يوزع كروس الحارس ممتاز أندريس. توقيت رائع تايمينج ممتاز. كاسيميرو يحاول التسويب قوي. مندي حاول المراوغة يعدل لكن وين يا مندي؟ بعيد الكرة. كريم يحذر وتسويب. رائع أندريس فرنانديز يتصدى لتسويب الناسيونال ماينشافت. طويلة اختراع أخرى إرنانديز والكرة تعدي من إيبورا وهذه كرة أخرى راموس. جارث بيل كرة جول. لا الحكم يقول رايع. كريم بنزيما وصل للشباك لكن الحكم مانزانو قال له لا ويعلن الفريق السابق تبع راول البيول اللي تقمص أزياء ريال مدريد تحت المدر. يا فاسكيز هدف قادم. فاسكيز بالراس يقول حكم مخالفة ضد راموس وبنزيما. هنالك راية على راموس. يعود لوكاس فاسكيز وسالة عند الحارس أندريس فرنانديز. دينا مندي مندي يدخل منطقة الجزاء يوزع فوتوريس يغير لليسار كونتيا. حاول دائما المرور عبر الاطراف فريق الفياريال. الانفراج يريده عبر الاظهره والاجنحه والاونتي بيروس او امامنا البديل عطاء ذوج ماريو كاسبار يوزع الثاني لمورينو بعد توزيع من جوميز. زلزال زلزال في افكار زين الدين زيدان. في اريان 4 ساعة قبل نهاية المباراة يضرب كمان جارث بيل. بيل 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 الكرة راموس والهروب فيها جول فيها جول. لا يبدو أن الهدف لا يحتسب بالفعل. هنالك تسلل. هات الفار جيب الفار. وفي الكرة هل الفار أحسن فار يا ذنوبي يا ناس؟ هدف أبيض ضد الريال. إذن تبقى النتيجة متعادلة. نتابع مورينو في البداية. إيكامبي لم يكن متسلل. آخر لقطة ممتازة. جول. شنو هذا؟ شنو هذا يا تاني؟ كارباخال الرايع. كارباخال في الوقت الضايع. كارباخال بأقدام الأبطال. هو في البداية وهو يتمم الهجمة ويعطيها لجارث بيل. والويل جا ماريو كاسبار يوزع الثاني لمورينو
توزيع من جوميز. زنزال في أفكار زينتين زيدان في ريال. ربع ساعة قبل نهاية المباراة يضرب لمين؟ جاريث بيل. بيل 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 بيل, بيل.